إن شاء الله. بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام السلام ورحمة الله. عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم شباب. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الشباب كلكم؟ كيفكم؟ كويسين؟ وعليكم السلام ورحمة الله، تمام الحمد لله. عليكم السلام. وعليكم السلام. أسامة الزبير كيف أخباركم؟ كيف دكتور، كيف أخبارك؟ الله يهديك العافية، الحمد لله. الله يخليك، الحمد لله. الله يهديك العافية. شكرا على مجهودك يا أخي، والله العظيم يعني. الله يهديك العافية، العفو يا أخي العفو. عارف أنا والله العظيم أنا كل ما أتذكرك الكورس اللي أنا لقيت 3 سنين بمسك الكتاب وبشتريه وبقعد أقرأ فيه بسيط وبنسى الموضوع، كل مرة برجع أنا فأول مرة شو المرحلة الوسطى دي. انت عارف انا نفس الشيء اللي حصل عليه، عشان كده انا كنت داير انقل التجربه بتاعتي، يعني اقول للناس كده ويستفيدوا منها ونستفيد مع بعض كلنا. يعني انا زي سنين بحاول انه بزرع ادخل في اصل 50% من الموضوع ما قادر. زين ان شاء الله انت تمشي تمتحن وتنجح وتبدا لك، يعني تبدا ذات تدريب الناس الثانيين يعني. ان شاء الله ان شاء الله. هذا الليلة اليوم الليلة مرقنا شوية من 70 هذا الحمد لله. لا تمام تمام جدا جدا. عندي ماركة ثابتة إنها 70 الليلة. الليلة ما شاء الله دكتور، أسمع دكتور وهب الله مكتسح الليلة. أيوة ما شاء الله، أيوة الليلة تمام. الدكتور ده بس يعني هنا يعني شاطر، لكن طبعا بس كان مدينا فرصة هاي نلعب كده في الملعب. ما فاضي هو بس ما فاضي ليلة. ما للدرجة دي يا جماعة، ما للدرجة دي. اسمع هو بس ما فاضي لنا. اي 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 اسد حالته في ضلينا شويه كده يعني، ثاني يومين كده احنا خلاص نخلي كورس. ان شاء الله ودينا التليتوار. ايوه والله لا ان شاء الله التست بتاع بكره ده باذن تعالى دارين اكبر من ال 70 دي شويه. تمام ان شاء الله ان شاء الله. 70 انت عارف فيها مشكله كبيره، واحد بيقول ثلاث كتير ما في. ها ما هي اسمع ال 70 دي مشكله كبيره. ال 70 دي ما باعتبار الابر انترميديت الاول، انت دائما شفت الليفل الزول سريع جدا ممكن يوصل الليفل في النص، من الليفل التحت يمشي الليفل في النص، لكن المشكله انه الليفل في النص ده صعب جدا عشان تمشي للليفل الفوق. فدي لو لاحظت حتى انت لو مثلا لو متذكر اول ما تعلمت اللغه او اول ما تعلمت مثلا سكيلز جديده انت بتبدا معاك سريع، لكن بعد شويه بتجيف. عندنا مشكله الحاجات كلها بيت يعني متشابهه كثير جدا ومتداخله يعني في الفرق بين الحياه الشعره كده يعني، فاقل يعني تفكير غلط مشكله. صح، ما عشان كده هو بقول لك شنو بقول لك اداره المشاريع دي اتريتيف اللي هي يعني زي اللي شفت اللي هي التريس بتاع التريس في المكنه التروس وكده تلاقيها متشابكه مع بعض، فهي نفس الفكره. يعني هسه انت لما تيجي تعمل البلان للبروجكت بتاعك لازم تعمل السكوب، البلان للسكوب، بلان للكوست، بلان للسكيدل، للكواليتي. يعني اليوم في السؤال بتاع المواد الخطر في الموقع. ايوه. فانا اخذت حسب شنو؟ حسب انك انت المفروض تاخذ اول حاجه تاخذ اكشن سريع جدا وبعدين تتصرف. انا قررت اني اوقف الشغل وبعدين عشان اخلص المواد الخطر. لا برضه غلط. هي طبعا ما هي الاصل انك انت تجيب زول يمكن المواد دي ما خطر زي ما انت يعني المواد دي ما ممكن ما هي خطر زي ما انت متوقعها. فانت عشان تتاكد من الخطوره بتاعتها انت لازم تجيب لك زول بتاع يعني متخصص مختص بيها عشان يوريك ذات يمكن انت عادي يمكن يجي يعمل لك يا دكتور. ما هو في احتمال كبير على لحد ما الراجل يصل ممكن يصل بعد 7 ساعات ممكن يحصل انفجار في الموقع مثلا. اي لا ما خلاص ده موضوع ثاني، لكن هي طالما يعني لو انت ما بعدك بتغدر، لكن هي طبعا الانسب انك انت تشوف الحاجه العاديه نحن الحته بتاعت كواليتي انك انت بتجيب او حتى بتسال مثلا يا جماعه والله انا مثلا في الموقع ده في مثلا اسبستوس ده نوقف الشغل ولا نشتغل عادي. هو الراجل الزول المسؤول او المسؤول او اللي عنده خبره في الحاجه دي بيقول لك يا اخي مثلا نوقف، او ممكن ذات يكون الناس زي معاك في المشروع يكون عندك زول بتاع هيلث اند سيفتي في المشروع
انت لحد ما تناديه وتضرب له تليفونه كده اسمع في حاجه كده كده يعني عشان لانك انت لو وقفت المشروع طوالي ممكن يكون في خطوره بتاعت انه والله الشغل وقف والموضوع اللي انت خايف منه ده ما خطر شديد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، لكن تاني في خطوره مثلا زي حته بتاعت مثلا انفجار حته يعني الحاجات اللي بتكون يعني ما في الريسك بتاعها ما افويدبل دي انت طوالي بتوقف الشغل طبعا ما في كلام. طبعا انا نفس الاجابه حقت عامر دي اللي اخترتها. لانه عامر ما كتب الغلط يا زلمه. شايف سيفتي فارس انا. انا اسامه معلش عفوا كيف حالك؟ انا رفيق الدرب يا تنزانيا. يا اخي معلش اديك العافيه. انا طبعا طوالي قلت شنو قلت يا حبيب الشغلات دي سيفتي فارس. يعني في بنسى بنسى صوتي ده يعني معقوله يا اخي صوتي يا اخي احنا في كل الكبوات مع بعض. ولا تسمع لي انت اصلا شنو اخبارك؟ الحمد لله استاذ اخبارك؟ ناس دقدق ناس دقدق والله. عامل انت ميكروفون؟ انا من الدرشاب بحري. انا كنت جبت المثل بتاع الطريق بتاع مدار الضويض. لا لا انا ما كونستركشن ميكانيك انجينير. ايوه السلام عليكم. كيف عليكم؟ عليكم السلام. عليكم السلام. في سؤال في استفسار قبل ما نبدا؟ ما شاء الله الليلة الشباب شايفكم ما شاء الله صباح كده متفاعلين وعاملين استادي جروب وكده ف دي حاجة جميلة والله ما شاء الله فيري جود. واصل في الفكرة ما تقتلوها يا دكتور. إن شاء الله. إن شاء الله. طيب نبدأ. بعدين لو في نقاش بنخليه إن شاء الله في آخر المحاضرة. طيب ان شاء الله حنواصل في البروجكت كواليتي مانجمنت. خلونا سريع نشوف انه الليله حنتكلم شويه عن نلخص الحاجات اللي اتكلمنا عنها امبارح وحنمشي نتكلم نشوف الكواليتي ماتريكس نحن هي ذات شنو بنستخدمها وين. بعد ذاك حنيجي نتكلم عن حاجه اسمها ديزاين فور اكس وحنتكلم عن الكواليتي كنترول اللي هي اخر بروسيس في الـ في الـ في النولج بتاعت الكواليتي مانجمنت وحنتكلم فاينلي حنتكلم عن الكواليتي تيرمز يعني عندنا تيرمز كثيره في الكواليتي فعاملين لها تو سلايدز كده فحنيجي نتكلم عنها سريع يعني. طيب الكواليتي مانجمنت يا جماعه اللي هي الكواليتي ستاندرد ذات ويل بي يوزد باي ذا بروجكت يعني انت هنا في الكواليتي بلان الكواليتي مانجمنت بلان بتحدد الستاندرد بتاعت اللي انت عايز الستاندرد بتاعت الكواليتي اللي انت هتشتغل بها في البروجكت بتاعك بتحط اوبجكتيف للكواليتي بتاعت البروجكت بتاعتك كويس الجوده كلها بتاعت البروجكت بتيجي بتحط لها اوبجكتيف زي ما قلنا يا جماعه اي كواليتي في مشروع بتختلف من المشروع الثاني فانت لازم تحط اوبجكتيف للكواليتي بتاعتك عشان بعدين تيجي تقيس عليها يعني. بعد ذاك الرولز ار ريسبونسبيلتي يعني الكواليتي دي في ناس يعني انت لازم تحدد الناس المسؤولين منها يعني المهام بتاعتهم ومسؤولياتهم. اي يا جماعه اي ديليفرابلز في البروجكت دي سبجكت لكواليتي ريفيو يعني اي حاجه انت طلعتها من البروجكت بتاعك ده يعني حتى لو عملت البلان لما تيجي تعمل البلان كواليتي مانجمنت بتاعك دي لازم تعمل لها كواليتي ريفيو. لما تيجي تعمل السكوب مانجمنت بلان لازم تعمل لها ريفيو. لما بعدين البروجكت ده يبدا يطلع في الـ في الـ في البروجكت انت برضه لازم تعمل له لاي حته بتاع ديليفربل تعمل لها كواليتي ريفيو. اول ما عملت لها كواليتي ريفيو الاسم بتاعها بيتغير من ديليفربلز بتبقى لفيريفايد ديليفربل. فيريفايد ديليفربل دي معناها خلاص دي جاهزه للتسليم تمام. طيب
طيب انت لازم برضو تعمل كواليتي كنترول اند كواليتي مانجمنت اكتيفيتيز كويس، بتحددها في البروجكت بتاعك دي، بتحددها وين؟ بتحددها هنا في كواليتي، في الكواليتي مانجمنت بلان. تمام يا شباب، اللي هي شنو باختصار كده، هي خطه اداره الجوده في المشروع، منها بتحدد معايير الجوده اللي انت هتشتغل بها في المشروع، اهداف الجوده الخاصه بالمشروع بتاعك ده، لانه اي اهداف اي اهداف جوده بتختلف من مشروع لمشروع. بعد ذاك ادوار، يعني الادوار بتاعت الناس المسؤولين من الجوده، عامر هيعمل كده، خالد هيعمل كده. تمام، فدي كلها يا جماعه دي الاجراءات الرئيسيه المتعلقه بالجوده في المشروع. تمام، اهم حاجه فيها يا جماعه اللي هي انت الاجراءات الرئيسيه المتعلقه بالمشروع، زي شنو؟ زي مثلا التعامل مع عدد التطابق، يعني مثلا انت النون كونفورمس دي اللي هي التطابق وعدم التطابق، فانت لازم في المشروع بتاعك ده تكون عندك خطوات واجراءات سليمه تتاكد بها انه والله يا اخي الحاجات دي متطابقه وفي حاجات ما متطابقه. تمام، وده كله انت بتعمله عشان يكون في مسيره بتاعه تحسين مستمر للبروجكت بتاعك، للبروجكت وللاداء بتاعك، على اساس انك انت انتهيت من المشروع ده، انت خبرتك والحاجات الكل الزخم اللي انت استفدت من المشروع ده تمشي تطبقه في مشروع ثاني. تمام، طيب نشوف الكواليتي ميتريكس. الكواليتي ميتريكس دي يا جماعه اللي هي مقاييس الجوده. تمام، طيب عندك البرزنتيشن اوف تاسك كومبليتد اون تايم، انت بتجي بتقيس المهمات اللي انت انجزتها في الوقت المحدد، يعني انت عايز والله مثلا في الفتره بتاعت مثلا في اسبوعين تنجز الحته بتاعت الاعمده في العماره. تمام، فانت بتجي بتعمل ليها حسب الكواليتي ميتريكس، بتشوف انه والله الحاجه دي انجزت زي ما انت خدتيها، ولا حصل فيها جريد، ولا حصل فيها ديفيكت. بعد ذاك في حاجه يا جماعه اسمها السي بي اي، اللي هي دي الكوست بيرفورمانس اندكس، دي اللي هي اداء التكلفه اللي انت بتقيسها عن طريق مؤشر اداء التكلفه. لو انتم يا جماعه متذكرين في الكوست الكوست مانجمنت، عندنا حاجه اسمها السي بي اي اللي هي الكوست بيرفورمانس اندكس، دي واحده من المتريكس اللي انت بتستعملها عشان تقيس بها جوده في المشروع بتاعك. طيب عندك الفيلير ريت كويس، اللي هي دي معدل الفشل او معدل الاخفاق، يعني مرات معدل الاخفاق او الفشل ده بيكون حاجه بسيطه، يعني حاجه مثلا جريد زي ما قلنا امبارح، يعني مثلا انت السمك بتاع الشارع المفروض يكون 25 سنتيمتر، انت عملته 4.95. تمام، عندك 0.05 دي اللي هي الفيلير ريت. تمام، فهل الفيلير ريت دي انك انت عندك ليها طريقه عشان تعالجها بيها، ولا لقدام لانك قدام لو اتكررت كده انت حتكون عندك مشكله بتاعت انك دائما المشروع بتاعك ما بيصل الحته بتاعت البريسيشن اللي اتكلمنا عنها امبارح. طيب برضو يا جماعه عندك انت مثلا الكواليتي ميتريكس اللي هي دي انت بتقيس بيها عدد العيوب في اليوم، مثلا والله انا في اليوم الليله جيت قيست لقيت انه في مشكله هنا، في مشكله هنا، في مشكله هنا. تمام، فانت لازم يكون عندك متريكس بتقيس بها الحاجات دي. هل انت بتقيسها بشنو يعني؟ بالسنتيمتر، بتقيسها بالوحده، بالحاجه الواحده، ولا بتقيسها يعني لازم يكون عندك متريكس تشتغل بها. بعدك حاجه مهمه جدا جدا يا جماعه، الكاستمر ساتسفاكشن سكور، دي واحده برضو من الكواليتي متريكس. عشان كده سي دائما انت لما تتصل باي شركه وكده على طول بيقوموا يتصلوا بيك، بياخذ بيشيلوا منك، يعني بيعملوا معك سيرفي. فالسيرفي ده شنو؟ هم دي واحده من الكواليتي ميتريكس الشغالين بها. انفورشنتلي معظم الشركات تقريبا بيعملوا الحاجه دي لكن ما بيستفيدوا منها، يعني بس يعني بيعملوها كده شو اوف انه والله نحن عندنا سيرفي بنرسله للكستمر وكده، لكن الدراسات اثبتت انه تقريبا 90% من الشركات دي ما بيشتغلوا بالموضوع ده كثير، يعني ما اديت اللي بيشيلوها من الموظف دي كلام فارغ، يعني هم ما بيمشوا يستخدموها في تحسين الاداء بتاعهم. تمام، في سؤال يا شباب هنا في الكواليتي ميتريكس؟ اوكي، طيب
نمشي لل انتهينا من الـ من الـ من البلان كواليتي مانجمنت، نمشي للبروسيس اللي بعدها اللي هي مانج كواليتي بروسيس. طيب هي زاد شنو يا جماعه؟ اللي هي عمليه بتاع ترانسليتنج كواليتي مانجمنت بلان انتو اكزيكيوتابل كواليتي اكتيفيتيز ذات انكوربوريت ذا اورجانيزيشن اورجانيزيشنز كواليتي بوليسيز انتو ذا بروجكت. تمام، اللي هي بالعربي شنو هي؟ عمليه ترجمه خطه اداره الجوده الى انشطه الجوده القابله للتنفيذ. ثاني انه انت والله في المانج كواليتي دي انا قبال في البلان بتاعتي بتاعت الكواليتي خطيت الميتريكس بتاعتي، خطيت الستاندرد، خطيت كده كويس. طيب انا ما عايز اجي الحاجات دي انا عملتها شنو عشان اجي اطبقها هنا في المشروع بتاعي؟ التطبيق بتاع ده اللي هو ده المانج كواليتي. تمام، بعد ذاك increase the probability of meeting the quality objectives اللي هي انت بتستخدمها بيطبق الكواليتي او بتعمل مانج الكواليتي بتاعتك عشان تزيد من احتمال تحقيق اهداف الجوده. يعني مثلا انا والله انا بستخدم مثلا التشيك ليست عشان اتاكد انه والله الامور بتاعتي كلها تمام. تمام، ممكن التشيك ليست دي ما تحقق لك اهداف الجوده بنسبه 90%، انت لازم تشوف لك حاجه ثانيه عشان تقفل لك ال 10%. تمام، برضه يا جماعه هنا واحده من انت لما تكون عامل مانج للكواليتي بتاعتك في البروجكت بتحدد لك العمليات الغير فعاله. تمام، يعني مثلا انا والله في البروجكت بتاعي ده بستعمل التشيك ليست، بعد شويه لقيت انه والله التشيك ليست دي ما فعاله، انا المفروض استخدم حاجه ثانيه لانه عندي مثلا البروجكت بتاعي ده يعني كومبلكس معقد شويه او ضخم كويس، فانا ما التشيك ليست دي ما قاعد تشتغل معي تمام، فانا المفروض امشي اشوف لي حاجه ثانيه. دي انت بتعرفها من وين؟ بتعرفها لما تطبق معايير الجوده في المشروع بتاعك، لما تطبق المتريكس بعد ذاك بتظهر لك والله انا عندي مشكله هنا المفروض استخدم التولز، في تولز معينه المفروض انا استخدمها عشان احقق بيها المعايير بتاعت الجوده بتاعتي. تمام؟ برضه يا جماعه في الكواليتي مانجمنت يا جماعه نحن بنستخدم اداره جوده البيانات والنتائج من عمليه ضبط الجوده. يعني انا كل ما عملت مثلا جيت طبقت معايير بتاع جوده معينه كويس، انا برضه هي الحاجه اللي طبقتها دي ذاتها المعايير اللي طبقتها دي انا برضه بجي بعمل لها ريفيو عشان اتاكد انه والله يا اخي الحاجه دي الاين او متماشيه مع الكواليتي ستيتس بتاعت البروجكت كله. تمام، وبرضو انا بجي يعني الاستاتوس دي في النهايه ده اصلا ليش نوصل والله يا اخي انه ساتسفاي الستيك هولدرز تمام وساتسفاي البروجكت بتاع اذا البروجكت اللي انا بديره. فانت بتستخدم الداتا دي كلها عشان تتاكد من الحاجه دي. تمام يا شباب، في اي سؤال؟ اوكي، نجي نشوف الانبوت. تفضل يا ادم. ادم ادم انا ما سامعك. طيب حنرجع لك يا ادم. طيب نجي نشوف المانج كواليتي بروسيس انبوت اوتبوت وتولز والتكنيكس. الانبوت بتاعتي يا جماعه اصلا نحن محتاجين للبروجكت مانجمنت بلان. في البروجكت مانجمنت بلان انا محتاج للكواليتي مانجمنت بلان اللي عملتها امس تمام، ومحتاج للبروجكت دوكيومنتس اللي هي الليسون ليرند ريجستر والكواليتي كنترول ميجرمنت والكواليتي متريكس تكلمت عنها قبل شويه والريسك ريبورت تمام، ومحتاج للاورجنايزيشنال بروسيس اسيت تمام. طيب نحن دايرين نصل لشنو؟ الاوتبوت بتاعتي يا جماعه الكواليتي ريبورت تمام. انا كل ما عملت مانج للكواليتي بتاعتي لازم اجي اعمل كواليتي ريبورت انه والله يا اخي انا بالمتريكس الفلانيه ظهرت لي الحاجه الفلانيه، المتريكس دي استعملتها اكيد استعملها منه، يعني في الريبورت بتاعك لازم تكون الحاجات كلها واضحه. بعدين تيست اند ايفالويشن دوكيومنتس، انت اي حاجه عملت لها تيست اوكي وعملت لها ايفالويشن دي لازم تكون يعني انت عامل لها دوكيومنتيشن لانه دي برضه مهمه جدا جدا. واحده من الممكن في 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 يعني دائما في 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 الماشينري في الحاجات
الاجهزه التست والايفالويشن ده دايما بيكون مع دايما بيكون مع الـ مع الـ بيتشحن مع الـ مع الماشين دي ذاتها او مع العربيه يعني ناس انت لو مشيت مثلا اشتريت لك عربيه جديده وكده بتلقى التست خدتنه لك الورقه بتاعت التست خدتنها لك مع الورق بتاع العربيه يعني تمام. بعدين هنا الحته دي يا جماعه لو حصل اي تشينج انت بتعمل له تشينج ريكويست تمام، لانه هنا في نحن في الـ في الاكسكيوتنج بتعمل ابديت للبروجكت مانجمنت بلان بتاعتك اللي هي الكواليتي مانجمنت بلان بتعمل لها ابديت السكوب بيس لاين، لانه ممكن يكون عندك تشينج ريكويست او ما كان عندك لازم تعمل لها ابديت. بتعمل ابديت اكشوالي للبيس لاينز بتاعت المشروع كله اللي هي السكوب والسكيدول والكوست، ده اللي بتعمل لهم ابديت. وبتعمل ابديت للدوكيمنت اللي هي الايشو لوج، اي ايشو ظهرت لك انت المفروض تعمل لها ابديت. لسون لاند ريجستر مهم جدا جدا، والريسك ريجستر لانك انت حته بتاعت كواليتي، حصل اي ديفكت حصل اي حاجه اكتشفت انه والله في خطر انت المفروض تسجله في الـ في الـ في الـ في الريجستر بتاعك. الحاجه اللي انا داير اجيب فيها يا جماعه هنا الحته بتاعت التولز والتكنيكس. عندنا مثلا بنستخدم الداتا جاذرنج، التكنيك بتاع الداتا جاذرنج. الداتا جاذرنج يا جماعه هنا بنستعمل التشيك ليست، وانا رسلت لكم في الجروب دي بيل يعني اكزامبل للتشيك ليست. بعد ذاك انت بتستخدم داتا اناليسيس. طيب كده يا جماعه اسالكم السؤال ده فالعارف يجاوب لنا انه انا هنا داير اعمل داتا اناليسيس لشنو بالضبط يعني؟ في الحته بتاعت المانج كواليتي انه انا داير اعمل اناليسيس لشنو؟ سؤال لكم يا شباب. اسامه يس والله انا افتكر ان انت هتعمل التست للمعايير نفسها بتاعت الجوده نفسها عندك. اوكي ده اللي فهمته يعني. اوكي تمام. معايير ده للقياس نفسه. ايوه البريفيوس ريبورتس ممكن والانالوجز ولا حاجه هنا ممكن. طيب نسمع من نهاد. يعني هذا المايك بتاعك ما فاتح يا دكتور. كالبريشن كالبريشن ايوه الاجهزه بتاعتي المكنات. ايوه طيب ادم بتعمل اناليز للداتا اللي بتدخلها عشان يطلع لك ريبورت يعني بالنسبه لل اوكي نهاد نرجع لك. اوكي بس بالتحليل ده يعني بظبط المقاييس بتاعت المشروع شنو ناقص شنو يعني بظبطها بالتحليل ده بالاحصاءات اللي عندي دي شنو ناقص شنو ويك وين كده تمام. اللي هي انت دائما بتستخدم شنو يعني انت لانك يعني بتستخدم الاناليسيس من ضمن الالتيرناتيف الالتيرناتيف اناليسيس ده دائما الاسلوب ده انت بتستخدمه في تقييم خيارات محدده يعني عشان تصل لانه زي ما انا قلت لك انت والله مثلا انا ما يعني التشيك ليست دي بتشتغلها في حاجه معينه تمام. عندي مثلا والله الفيش بون دايجرام ده بيشتغلها في حته معينه. عندي مثلا الفلو شارت بيشتغلها في حته معينه. فعند هنا شنو هنا انت بتفاضل بتشوف والله انه انسب حاجه للمشروع بتاعي ده شنو. مرات المشروع بتاعك بيحتاج لكم لاكثر من داتا اناليسيس تمام. ما بس انت بتعتمد يعني ما تعتمد على حاجه واحده، يعتمد على كم معيار او كم يعني اناليسيس ميثود تمام. اوكي ما شاء الله متابعين يا شباب. طيب الحاجه الجديده بالنسبه لي طبعا الروت كوز اناليسيس تكلمنا عنها، البروسيس اناليسيس دي كلها من الداتا اناليسيس تمام. ديسيشن ميكنج اتكلمنا عنه. عندنا هنا يا جماعه في الداتا ريبريزنتيشن عندنا حاجه اسمها ايفينيتي دايجرام. الايفينيتي دايجرام دي شنو؟ دي انت مثلا بتجمع الافكار في جروب كويس. مثلا انت بجيت عملت للناس دي كلهم مثلا برين ستورمينج وطلعوا لك بافكار. الافكار دي انت بتقوم بتقسمها في جروب يعني مثلا والله دي الفكره الاولى بتحطها في جروب ده، الفكره الثانيه بتحطها في جروب ده كده يعني عشان بعدين تمشي تبدا تحلل اي فكره براها. ف
فده انت بتعمله بشنو؟ بتعمله بحاجه اسمها انفينيتي دايجرام. تمام. الكوسان افكت دايجرامز بيبين رسلت لكم اللي هو ده الفيش بون دايجرام، هو بيشبه الشكل بتاع العظام بتاعت السمكه. تمام. الفلو تشارت والهيستوغرام. الهيستوغرام ده اللي هي البيانات الاحصائيه كويس، والماتريكس دايجرام والسكتر دايجرامز. طبعا سلمى لو مصحصحه معانا ممكن تساعدني شويه في الحته بتاعت دي لانها شغل بتاع احصاء. تمام. عندنا برضو اوديت. تفضل يا استاذه. هاي مصحصحه. طيب الهيستوغرام زي البار شارت لكن بيكون فيه المعايير الاحصائيه اكثر، يعني هو عباره عن باي تشارت لكن بعد ذاك انت يعني بيدخل في المعايير الاحصائيه اكثر، نفس الفكره بتاعته. السكتر بده عباره عن نقاط، يعني انت بتعمل الاكس واي بتاعك بتغير الفاريبلز بتاعتك الاندبندنت والديبندنت، وبتتمثل لك النقطه الالتقاء كنقاط معينه منها بتقدر تشوف شكل الانتشار بتاع البيانات بتاعك. بمعنى انه مثلا نحن بنتكلم عن جوده البرودكت نفسه، فإذا كان إحنا بندرس دائماً بنستخدم المتريك هي بتكون في المحور واي باعتباره إنه هو الكونتينوس، يعني هو بتكون دائماً متابع الأرباح أو مثلاً الاسبندينج اللي أنت قاعد تشتغل عليه هسه، وللكواليتي الموجودة عندك أو للبرودكت اللي أنت موجود عندك. فبكل شهر أو كل فترة أو كل مثلاً لكل برودكت أو لكل عينة، يعني حاجة بتكون متقطعة، بتقوم بتحدد وين بتقع بالضبط في الحاجة المتواصلة عندنا لين ما تشوف شكل الانتشار بتاعك. لو لقيت ان انت you are improving بتثبت لك حاجة، يعني الحاجات دي كلها بتقدر تطلع منها decisions احسن للبزنس بتاعك. بس شكرا جزيلا. استاذ رئيس داريب لي اضافنا كلام سلمى في السكادر ديجرامز. يلا هنا بيعمل لك overfitting للداتا، يعني بيشيب الداتا الجماعات، يعني هو اصلا بيجيك شنو parallel data، يعني داتا كتير كده. لما تعمل overfitting بيشيف الداتا، هل هو overfitting أو underfitting؟ يعني الداتا ماشي على محور الأكس أكتر أو محور السات الواي أكتر؟ overfitting قصده للموديل، يعني للفكرة في راسك أنت بنيتها خلاص، أنا عارف إنه لو عملت كده هحسن كده. فأنت لما تيجي تشوف overfitting اللي عم بتكلم عنه هو عبارة عن الفكرة في راسك، يعني بقول ده اكوردنج للاسم اللي بتاعك، يعني الالجوريزم اللي انت المستخدم عشان يعمل لك اوفرفيتنج للحاجه دي. ايوه بالضبط. ايوه شكرا جزيلا يا ادم، شكرا يا سلمى. طيب عندنا برضو يا جماعه الاوديت. الاوديت دي اللي هي بالعربي نحن مسميها تفتيش. طب تمام. فالاوديت دي الاوديت يعني بعدك انت حسب المشروع بتاعك. المشروع بتاعك ده فيه هتعمل له طريقه بتاعت الاوديت كيف هتعمل اوديت ليش انت بالضبط، يعني فدي انت لازم تكون محدده في الـ في الـ في البلان بتاعتك من البدايه. تمام. عندنا طبعا الحاجات اللي انا هتكلم عنها بشويه بيسهب اللي هي ديزاين فور اكس وبروبلم سولفنج دي، لانه ممكن انت تستخدمها في اي حاجه، يعني ديزاين فور اكس والبروبلم سولفنج الفكره بتاعتهم بسيطه جدا. طيب ديزاين فور اكس دي شنو هي يا جماعه؟ مجموعه ارشادات فنيه يمكن تطبيقها اثناء تصميم منتج لاجل تحسين جانب محدد من التصميم. تمام. فمعلش انا كتبتها بالعربي كده عشان ناك. لكن هي شنو؟ A set of technical guidelines that may be applied during the design of product for optimization of a specific aspect of the design. طيب انا مثلا بعمل في ويب سايت. تمام. في البروتوتايب بتاع الويب سايت يا جماعه ممكن انا اقسم البروتوتايب لاجزاء، وفي كل جزء اطلع مثلا والله يا اخي انا الحته دي بطلع منها ارشادات، مثلا اللون ده هنا المفروض يكون كده، الشكل بتاع مثلا التاب الاول ده المفروض يكون شكله كده. تمام. يعني انت بعدين بتجمعين اي حته معينه بتقوم بتحط لها ارشادات فنيه بس عشان تعالج الحته دي. تمام. بعدك بتنتقل للفتره للحته الجايه دي. ممكن يا جماعه ممكن بصوره اوسع انت تستخدم فيها الاي جي، او هي الاي جي ممكن تحقق لك الحاجه دي اللي هي الديزاين فور اكس. طيب هي برضو يمكن يعني
بتضبطها عشان تحسن الخصائص النهائيه للمنتج. يعني انت في النهايه السيت اوف تكنيكال جايد لاينز دي انت عاملها شنو عشان انت عاملها في النهايه عشان البرودكت بتاعك ده يكون تمام. نرجع مثلا الحته بتاعه المطبخ كويس. انت جيت ركبت الفريم بتاع المطبخ، مفروض الفريم بتاع المطبخ ده تعمل له تستخدم معه ديزاين فوركس، تتاكد انه كل شيء تمام، المقاسات مظبوطه، يعني المسامير مخطوطة في حتة ممتازة جدا جدا، بعدين ما تأثر على الـ على الـ على الـ 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 الخشب اللي انت حتيجي تحطه من الجنبات. لان مثلا في السودان تخش لك مثلا عمارة او في حتى في السعودية مثلا تلقى ما شاء الله العمارة حاجة روعة من برا، تخش من جوا اول ما تفتح الشباك تلقى في المسامير ظاهرة، معناها دي ما حصل لها اي ديزاين فوركس ولا حصل لها اي تشيك بتاع كواليتي. تمام؟ فانت كمدير بتاع مشروع المفروض ده يكون شغلك، يعني بالذات التاتش الاخيره دي انت لما تستخدم لها ديزاين فوركس بتظبط معك. تمام؟ برضه يا جماعه واحده من الحاجات اللي يعني بتفيدك او بي بي يعني من الخصائص الجميله بتاعت الديزاين فوركس اللي هي دي بتنزل لك الكوست وبتزيد لك الكواليتي وبترفع لك الأداء وبتخلي الكاستمر يتكيف منك. تمام؟ فشوف يعني انت لو بس بجهد بسيط يعني جيت طبقت والله ديزاين فور اكس دي امورك كلها بتكون تمام. اول حاجه ما حتمشي لحته بتاعت اي كوست، يعني تمشي اوفر بودجت النادي بتاعك، ولا حتمشي تستخدم الكونتنجنسي ريزيرف اللي انت خطيته قبل في الـ في الـ في الكوست مانجمنت، والكواليتي بتاعتك دائما بتكون حاصل لها امبروفمنت. اوكي؟ والبرفورمانس بتاعك بيكون ممتاز جدا جدا يعني، والكاستمر في النهايه بيكون ساتيسفايد. فانت دي اصلا يا جماعه ده اصلا انت كمدير مشروع ده دورك، دي الحاجات المفروض انت تصليها. تمام؟ فاسيدي عندنا حاجه اسمها ديزاين فور اكس، انت لو استخدمتها بتصل للحاجات دي كلها يعني. وده ممكن الواحد يبدا يطبقها في 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 حياته يعني، حتى في الكورس ده. تمام؟ تجي تخط الريكويرمنتس بتاعت الكورس، تجي تخط والله يا اخي انه انا الكورس ده داير يعني اصل منه لشنو؟ الامبروفمنت اللي حاعملها كويس عشان يحصل شنو؟ عشان يحصل شنو يعني. تمام؟ طيب عندنا يا جماعه انت واحده من التولز والتكنيكس المفروض تستخدمها في الكواليتي في المانج كواليتي اللي هي بروبلم سولفنج. بروبلم سولفنج دي واحده من السوفت سكيلز المفروض اي شخص يكون بيعرفها، لكن مدير المشروع المفروض يكون مش بيعرفها بس بيكون بيطبقها يعني في كل حياته يعني. طيب نحن عندنا يا جماعه ناس كومتيا اللي هو ناس الشركه المشهوره بتاعت او التريننج بروفايدر بتاع الاي تي، عملوا لهم زي فريم ورك للبروبلم سولفنج. تمام؟ وممكن احنا كلنا نتفق معاه يعني، ممكن يشتغل مع اي زول فينا، ما لي ناس الاي تي بس. طيب نشوف اول حاجه قال لك انت تبدا بحاجه اسمها ديفاين ذا بروبلم. انت امشي شوف البروبلم ذاته شنو المشكله، اول حاجه شوف المشكله. تمام؟ حدد والله يا اخي المشكله مثلا في العربيه، المشكله والله في مثلا انا عندي مشكله في البطاريه. تمام؟ طيب انت عرفتها كيف في البطاريه؟ انت ما عندك حاجات معينه عرفتها والله المشكله في البطاريه. جيت بعد ذاك تتاكد انه المشكله بتاعت المشكله دي شنو؟ الاساس بتاع المشكله، المشكله دي اصلا طالعه من وين؟ لانه اي مشكله زي ما قلنا يا جماعه، قلنا 80% من المشاكل عندها 20% من الروت كوز بتاعتها. طيب انا حددت والله المشكله بتاعتي العربيه دي الصباح ما بتدور، اتاكدت تماما انه دي المشكله من البطاريه. طيب انا بعد ده ابدا في انه اشوف حلول، ما تشوف حل واحد، جنريت بوسبل سولوشن. الحلول انه والله امشي اودي البطاريه دي اشحنها. تمام؟ الحلول اغسل اللي هي اسمها عشان الصوابع بتاعت البطاريه، او انه اشتري بطاريه جديده. تمام؟ دي ثلاثه حلول. طيب انت جيت لقيت والله اخترت اسهل لي حل، انه والله انا اغسل اللي ما اقدر انه فيها كربون وكذا، الصباعات دي اغسلها تمام بمويه صابون وانشفها وكذا. تمام؟ ده حل. طيب اجي اعمل شنو يا جماعه؟ خلاص انا طبقت الحل ده، اخترته وطبقته نفذته، اجي اعمل له تيست اشوفه شغال ولا ما شغال. لقيت الحل ده شغال تمام جدا جدا، تجي تعمل له شنو؟ الخطوه الاخيره اللي هي تعمل ايفالويشن، تتاكد والله يا اخي انه انا الحل ده مثلا حيمشيني سنه، حيمشيني سنتين، حيمشيني مثلا 5 سنة. تمام؟ فبتعمل ايفالويشن ليه؟ بتعمل ايفالويشن يا جماعه لانه ممكن تحصل معك نفس المشكله ثاني، فانت طوالي بتكون
يعني عارف انه والله المشكله دي انا لو حصلت بحلها بالخطوات التاليه، تمام؟ وممكن يا جماعه الحاجه دي كلنا قاعدين نطبقها في بيوتنا في شغلنا بطريقه غير مباشره، لكن انت لو جيت استخدمت الستيبس دي بتريحك يعني. واهم حاجه فيها طبعا الدوكيومنتيشن، يعني انت بعد ما انتهيت من الحد وظبط معاك وعملت له تيست وكل شيء بتجي تعمل له دوكيومنتيشن، واي حاجه في المشروع قلنا يا جماعه اي حاجه انت حليتها ربطتها اي حاجه عملتها انت لازم تعمل لها في الديلي ريبورت بتاعك او في الويكلي ريبورت، انت بتكتب الحاجات دي على اساس انك انت تستفيد منها لقدام او زول غيرك يجي يستفيد منها. تمام يا شباب. فاينلي نجي للكواليتي كنترول، احنا خلاص غطينا الكواليتي بلان بتاعتنا وعملنا لها مانج، نجي نعمل لها كنترول. الكنترول دائما يا جماعه في الحاجه في الحته الاخيره اللي هي في الحته بتاعت في المونيتورنج اند كنترول. تمام. طيب نحن ليه بنعمل كنترول للكواليتي بتاعتنا؟ عشان to monitor and recording the result of executing the quality management activities in order to assess performance and ensure the project output are completed. يعني انت في النهايه هي عمليه بتاعت مراقبه وتسجيل نتائج تنفيذ انشطه الجوده. دي عشان شنو؟ عشان انت في النهايه الاوتبوت الديليفرابلز المخرجات بتاعت المشروع بتاعك ده تكون هي تمام زي ما انت خطيت قبل في السكوب، وزي ما الكاستمر او السبونسر خدتها لك في البروجكت تشابتر. طيب هي برضه يا جماعه في ريفاينج ذا بروجكت ديليفرابلز، خلاص انت هنا بتجي بتشيك على الديليفرابلز بتاعتك عشان بعد ده تمشي تسلمها. تمام. فهنا نحن الديليفرابلز بيحصل لها حاجتين، بيحصل لها انها اكسبتد، دي بنسميها خلاص في ريفاين، دي بعد ده بتمشي للكاستمر. عمل لها اكسبتبل بنسميها اكسبتد ديليفرابلز، خلاص دي موضوع انتهى طلعت مننا. تمام. عملت لها في ريفايد طلع والله انه فيها مشكله، فانت دي بترجعها ثاني بترجعها للاكسكيوتنج، وممكن ترجعها للبلاننج لو الموضوع يعني البيس كلها انت اللي اشتغلت فيها طلع فيها مشكله كبيره جدا جدا، انت معناها هتعمل ري ورك للبيس كلها، يعني للمرحله كلها هتعمل لها ري ورك. تمام. طيب نجي نشوف الانبوت والاوت بتاعتها، برضه ما بتختلف كثير من الـ من الـ من المانج كواليتي. البروجكت الانبوت اللي هي البروجكت مانجمنت بلان، انت عايز الكواليتي مانجمنت كويس، عايز الديليفرابلز عشان هنا انت بتعمل لها كنترول. تمام. شفتوا هنا في اليمين المفروض يكون في ديليفرابلز، سوري في الانبوت هنا ديليفرابلز، باليمين في الاوتبوت في عندك حاجتين، عندك الفيريفايد ديليفرابلز دي خلاص دي حصل لها تشيك، يا اما تمشي للتسليم او يحصل لها تشينج ريكوست، يعني انك انت فيها والله عملت لها فيريفايد وكل شيء لكن طلع انه فيها مشكله. المشكله دي معناها انت هتحتاج انه تعمل لها تشينج ريكوست عشان تعمل لها ريورك. تمام. نفس الحاجات كلها انت محتاج ليها، تولز والتكنيكس، الداتا جاذرنج والداتا اناليسيز، الانسبكشن، التستنج، برودكت ايفالويشن تكلمنا عنها قبل شويه كويس. فكلها نفس التولز اللي انت بتستخدمها في المانج كنترول. طيب خلونا بس نعمل مقارنه سريعه بين المانج كنترول سوري المانج كواليتي والكنترول كواليتي. انت يا جماعه في المانج كواليتي يو تراي تو فايند ديفكتس اند كوريكت ذم وايل ميكينج ذا برودكت، يعني انت اثناء ما شغال في البرودكت بتاعك ده بتفتش للاخطاء وين وتصلحها. تمام. ده في المانج كواليتي. اما في الكنترول كواليتي انت بتحاول انك انت تافويد ديفكت في البلاننج بيزس، يعني انت يو بلان تو افويد، يعني من البدايه المفروض انت قبل لما عملت البلان بتاعتك انك انت تحاول تو افويد الديفكت. في الحته بتاعت المانج حصل عندك اي ديفكت تحاول تعدله. المانج دائما يا جماعه بيكون برو اكتف، يعني حاجه انك انت يعني بتعمل جهدك انه والله الحاجه دي ما تحصل، اللي هي دي بعد او بعد ما برو اكتف بالعربي شنو يا شباب؟ نسيتها برو اكتف. هنا في الكواليتي كنترول يا جماعه اللي هي بريفنتف،
انك انت بتحاول تمنع الحاجه الغلط يحصل. طيب هنا بنستخدم يا جماعه المونيت كواليتي تو فيرفاي ذا كواليتي، يعني انت عشان تتاكد من الكواليتي. هنا انفول بروسيس مانجينج كواليتي، يعني انك انت الكواليتي بتحاول انك انت تعمل لها مانج، تتاكد منها انها هي كلها تمام. تمام، فدي التيبل ده مقارنه عامه بين المانج كواليتي والكنترول كواليتي، اللي هو سمريز للحاجه اللي احنا اتكلمنا عنها شويه. دائما المانج كواليتي جنرالي سبيكينج يا جماعه هو فوكس في الديفكت، الديفكت ايدنتيفيكيشن، اللي هي انك انت بتفتش الديفكت وين وبتصلحه. لكن الكنترول كواليتي انك انت بتحاول تمنع الديفكت. تمام، فده هو الميجور ديفرنس بيناتهم. نعم تفضل. هاي دكتور. ايوه طيب بالنسبه للمانج كواليتي دي مش بتكون ديورنج البرودكشن؟ جد نعم، دي ديورنج، دي في الاكسكيوتنج. والكنترول مش بيكون بعد المنتج يطلع يعني؟ بيكون بعد المفروض انه نعم. ايوه تمام، يعني بعد خلاص يعني في المنتج النهائي بعمل الكواليتي كنترول. بالضبط كده، بتعملي كواليتي كنترول على اساس انه الحاجه دي المنتج بتاعك ده يا خلاص عملت ليه فيريفايد، عملت التشيك بتاع الكواليتي بتاعه ليه، فيه حاجتين، يا اما خلاص سلمتيه يا اما رجعتيه ثاني المصنع عشان انت عندي فيه مشكله يعني. اوكي تمام تمام سلمى. طب ما انا شايفك رافع يدك. اوكي طيب نمشي ل ايوه تفضلي دقيقه. معلش طيب هي لخبطتني، قلتوا انه ال البروجكت كنت بيكون اثناء البروسيس نفسه صح، وبعد ذاك لما نجي نعمل البلاننج له بيكون في بعد ما هو حصل له برودكشن للبرودكت بتاعنا. لكن البلاننج بتاعه تكون مفروض تكون مع البدايه صح الكلام ده؟ يعني ما عارفه يعني لخبطت شويه، كل واحد فيهم وياته مرحله. دقيقه انت مش في حاجه، انا غلطت غلطه كبيره، سوري يا شباب. هي كده انا من قبل بحاول انه في حاسس انه في حاجه غلط لكن وين ما عارفها. الاولى دي يا جماعه هي سوري دي الكنترول، والثانيه هي المانج. سوري اسف على الغلطه. طيب كده ممكن تكون اوضح يعني. ايوه الحمد لله. سوري لا ما في مشكله، انا بشرح فيها وفاهم انه البيجاي دي دي الكنترول، وانا مقلق لكن في حاجه حسيتها كواليتي تشيك. تمام سوري، لانه هي دائما يا جماعه المانج اللي هي انك بتمنع، بتعمل بريفنتيف اداره للغلط. ايوه بتعمل يعني بتمنع الغلط، وهنا انك انت بتعالج الغلط. تمام كده وضحت. الصوت اختفى. ايوه تمام واضحه كده. اوكي شكرا. شكرا. بالله عليك الله دائما خليكم صح صحه. طيب بس سريع كده يا جماعه، احنا دائما في الـ في الـ في المني سوري مشت وين. في المني اول حاجه بتعمل البلان بتاعتك عشان تو افويد اي ديفكت. تمام؟ ودي دائما بتكون بريفنتيف، اللي هي دي حاجه اللي هي وقائيه. تمام؟ وبعدين هي بانفولف البروسيس مانجينج كواليتي، يعني اي حاجه عندها بتاعت حاجه بتدير بها الجوده بتاعتك انه تستعملها في البروسيس دي. تمام، ودي هنا في الاكسكيوت في الاكسكيوتنج او الاكسكيوشن وذا كونفيرم اف ات از ماتشنج وذ اورجنايزيشنال اند بروجكت بوليسيز. دي هنا في المرحله بتاعت التنفيذ، يعني ما بنستخدم المانج كواليتي اللي هي في المرحله بتاعت التنفيذ، وبنستخدم الكواليتي اوديت example ليها يعني. تمام، وهي دائما focus on defect prevention زي ما قلت لكم. هنا الكنترول فوكس اون
ديفكت ايدنتيفيكيشن، انك انت بتيجي تعمل تشيك للمنتج بتاعك كويس زي ما قالت الباشمهندسة، انت هنا بتيجي تعمل ايدنتيفيكيشن للديفكت، هل في مشكله ولا ما في مشكله، الموضوع كله تمام. هنا الاكزام واللي للانسبكشن، الانسبكشن واحده للامثله بتاعت الكنترول كواليتي، ودائما هي انت بتستخدمها are used to verify the quality of the product. تمام يا شباب؟ فاذا هنا في سؤال ممكن تسأل، واسف جدا والله للخطا الغير مقصود. طيب عندنا يا جماعه اخر حاجه كويس، دقيقه بس يا دكتور تفضل. ايوه focus on defect identification ولا identification؟ identification معناه في ان زايد عندك في الاول اي ان هذا جدا مصلحه طوالي، لا ما في مشكله عشان identification. طيب نمشي يا جماعه، عندنا تيرمز مهمه جدا جدا في الكواليتي، واحده منهم الفلو تشارت. الفلو تشارت دي يا جماعه زي ما قلت لكم اللي هي understanding and estimating the cost of the quality. يعني انت يعني امبارح ضربنا مثلا بالفلو تشارت اللي هو انت جيت مثلا جيت عندك انت انه العربيه دي والله فيها مشكله، تمام؟ طيب المشكله وين؟ انت ما عارفها، فانت داير تفتش المشكله، دورت العربيه دورت تمام، انت بتمشي بعد للمرحله اللي بعدها. المرحله اللي بعدها شنو بعد دوره العربيه؟ دوره العربيه مثلا حتخطها مثلا في 1 عشان تتحرك، عايز تخطها في 1 ما 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 قدرت ما مشت معك، تمام؟ معناها خلاص معناها المشكله انت طلعت المشكله والله ما في البطاريه لانه العربيه دورت. بتشوف بعد ده الخطوه اللي بعدها، الخطوه اللي بعدها هل المشكله انها في الجير بوكس ولا المشكله في حاجه ثانيه؟ حسيت انه والله العربيه دي خطيتها في 1 عادي ما في مشكله، الكلتش دوستو مشت معك 1 سموث تمام، جيت تدوس البنزين العربيه دي ما مشت، معناها هنا المشكله في حاجه بعدها. فانت بتستخدم الفلو تشارت دي على اساس انك انت تحدد بيها المشكله وين بالضبط يعني، تمام؟ فدي واحده من الكواليتي تولز اللي احنا بنستخدمها. بعد ذاك التشيك ليست. التشيك ليست دي يا جماعه احنا مثلا انا كاتب والله انه كل الحاجات عندي مثلا الامتحان التجريبي حيكون يوم 12/1، الامتحان الموك اكزام مثلا نمره 2 حيكون يوم كده، تمام؟ انت بيكون عندك في الليسته بتاعتك الحاجات دي مكتوبه، لما الحاجه دي تتعمل تمام بتيجي تعمل لها بتعمل لها تيك اللي هي بالنا بتاع في ريفايز ذات ا سيت اوف ريكويرد ستيبس هاز بين بيرفورم. انت جيت تعمل تشيك برضه للعمال اللي بيجوا عندك الصباح، تمام؟ انت متفق معاهم انه اي واحد يجي لابس اليونيفورم كامل، لابس الهلم بتاع الراس، لابس السيفتي بوت، تمام؟ انت بتكون واقف في الباب بتاع السايت، الناس دي اليوم مشوا الحته اللي بغيروا فيها بيغيروا فلان، ايوه تمام، انت ما لابس كده لابس كده، تمام؟ بتعمل يعني اي واحد بالاسم بتاعه بتعمل عليه تيك، دي تيك ليست. بعد ذاك عندنا حاجه يا جماعه اللي هي البروسيس اناليسيس، دي نون فاليو ادد اكتيفيتيز ذات اكورد ديورينج ذا بروسيس. يعني انت اثناء ما شغال في الـ في الـ في الـ في البروسيس بتاعتك في حاجه ظهرت لك، تمام؟ فالاكتيفيتي دي ما عندها علاقه مباشره بالاكتيفيتي. يعني مثلا انت عشان توصل لستيب معينه في اكتيفيتي انت المفروض تعملها، الاكتيفيتي دي هي ما محسوبه لكن لا بد منها، تمام؟ زي ما انت مثلا جيت قدمت لكورس في الجامعه مثلا قاموا طلبوا منك diagnostic exam، يعني طلبوا منك امتحان انه والله الامتحان اللي بيعملوا لك، تمام؟ الامتحان ده ما عنده علاقه بالامتحان النهائي اللي انت حتعمله، لكن الامتحان ده واحد من الريكويرمنت بتاعت انك انت بس المفروض من الحاجات اللي تيجي تعملها. الامتحان ده بسيط او ما بسيط انت حتخش الجامعه، ما في مشكله، انت ما اوريدي الجامعه اخذتك، تمام؟ بعدين احنا بنسميه شنو؟ ده بس عشان نجي نعمل بيه اناليسيس، نجي نعمل بيه نشوف والله يا اخي انه الطلبه دي هل عندهم مشكله بتاعت انجليزي؟ هل عندهم مشكله بتاعت ماثماتكس؟ تمام؟ بعدين احنا هنا بنسميه شنو؟ بنسميه نون فاليو ادد اكتيفيتيز. طيب
عندنا الروت كوز اناليسيس ده اللي هي الفيش الفيش بون دايجرام ده بنستخدمه يا جماعه تو ديتيرمين ذا بيزك اندرلاين ريزون ذات كيس افيرينس. انت تستخدمه عشان تصل للحاجه الرئيسيه لجذر المشكله اللي هو بيعمل لك اسمه شنو بيعمل لك الفيرينس. ايفينيتي دايجرامز اللي هو ده يا جماعه برضه بيتجمع الجروبات كلها في 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 بيتجمع سوري الافكار في جروبات وبعدك بتبدا تحليلها يعني. وده ممكن بتستخدمه في حل المشاكل، بتستخدمه في البدايه مثلا، حتى ممكن تستخدمه في البروجكت في البدايه يعني عشان تجي جبت الستيك هولدرز كلهم تمام وداير تبدا عشان تعمل بلاننج للبروجكت بتاعك او داير تعمل انيشيتنج للبروجكت ممكن برضو تستخدم الايفينيتي دايجرام. كوز اند افكت دايجرامز برضو هو ده نفس الروت كوز اناليسيس، يعني انت ممكن تستخدم الدايجرام ده عشان تصل للجذر بتاع المشكله. الهيستوغرام تكلمت عنه سلمى قبل شويه اللي هو ده شو ذا نمبر اوف ديفكتس رانكينج اوف ذا كوز اوف ديفكتس. هو طبعا يا جماعه الدايجرامز دي كلها ما بس للمشاكل بس، ممكن انت تستخدمها في اي حاجه ثانيه، لكن بس هي من التولز اللي انت ممكن تستخدمها هنا في تتاكد من الجوده بتاعتك في المشروع. واخر حاجه عندنا الاوديت اللي انت بتتاكد انه البروجكت اكتيفيتيز كومبلاي وذ ذا اورجانيزيشنال بوليسيز بروسيس اند بروسيجر تمام، بتعمل دائما اوديت بتعمل تفتيش. Design forex to improve product and file characteristic. The scatter diagram, اللي هو ده هو relationship between two variables. The check sheet, the collection of useful data about potential quality problems. تمام. Statistical sampling, اللي هو ده انت بتختار لك population او مجموعة محددة وتشوف ال يعني تشوف الاحصائيه بتاعتها يعني انه فيها المشاكل اللي فيها مثلا، هي لو انت طلعت انه والله السامبل اللي شلتها دي فيها مشكله معناه انه باقي الحاجات الثانيه يكون فيها مشكله. انسبكشن الانسبكشن ده اللي هو التفتيش يعني، وزي ما قلت لكم الانسبكشن دائما بيكون في الانسبكشن دائما بيكون في الحاجات الفيزيكال في البرودكت، والاوديت بيكون في السيرفيس. Control charts determine whether or not the process is stable limit. يعني ده انت بتجي بتشوف والله مثلا انا استخدمت الاسكاتر دايجرام. الاسكاتر دايجرام ده هل هو انه خلاص تمام بيحل لي المشكله هنا وبقدر بعرف بيه الحاجات؟ لو ما بقدر اعرف بيه وبمشي بعمل حاجه ثانيه تمام او بستخدم تول ثانيه. واكيد نكون خلصنا من الكواليتي مانجمنت. ان شاء الله بكره حنبدا في الريسورس مانجمنت وحنتكلم فيها عن الـ Estimate Activity Resources وحنتكلم عن الـ Accure Resources. وكتر خيركم وشكرا جزيلا، والمايك معكم للأسئلة. تفضل يا زبير. يا دكتور بسأل عن الـ Non-Value Added Activities اللي هي دي شنو ما فهمتها؟ اللي هي دي شنو؟ دي أنت مثلا Activity بتعملها يعني ما هي ما بالضرورة مش ما بالضرورة هي يعني ما عندها يعني ما عندها علاقة مباشرة بالاكتيفيتي اللي انت ما هي البروجكت بتاعك ده. انت قبل لما جيت حددت الاكتيفيتيز خطيتها كلها ورصيت انه والله يا اخي تاسك A وتاسك B وتاسك كده تمام، لكن مرات انت بتجي بتعمل لك اكتيفيتي او تعمل لك نشاطات هي ما من ضمن الاكتيفيتي دي، لكن هي بتوصلك ليها اللي هي زي شنو. طيب اقول لك بالعربي يعني ناس الكوره ممكن يفهموها اكثر، يعني اللي هي انت لما تبدا قبل المباراه تبدا مش في تسخينه مظبوط، بس التسخينه دي هي دي واحده منهم. واضح تمام شكرا سلمى. انا كنت دايره ادوي مثال على النون فاليد اكتيفيتيز دي في مجالنا بتاع التيتشنج، يعني نحن في نص السنه لازم ندي الستودنتس أنشطة ما لها علاقة بالأكاديمية، لأنه بتطلع الطاقات السالبة، بتخلي جو مريح في الكلية، وشوية بتربط بين علاقة التيتشر مع الستودنت، فدي ممكن نعتبرها واحدة من أمثلتها، صح؟ بالضبط كده أيوه.
شكرا يا سامي. شكرا. والديزاين ديزاين فور اكس دي برضه ممكن تشرح علينا يا دكتور. الديزاين فور اكس دي بس باختصار كده اي يعني اي اسمه شنو اي اكتيفيتي بتخلي انه والله البرودكت اللي هي دي هي مجموعه بتاعت ارشادات فنيه. تمام. يعني مثلا انت الليله دايك تعمل بيتزا في البيت كويس، انت تعرفي تعمل البيتزا تمام، لكن ممكن تمشي تفتش اليوتيوب تشوفي والله يا اخي مثلا الليله في واحده طلعت بفكره جديده عن انه العجينه بتاعت البيتزا دي تعمل كيف. غايته مع الصيام ده ان شاء الله. تمام. وبعد ليه والله لسه ثاني بس انت بتعرفي بتعرف تعمل ملاح وقعد لها لكن صايمه هي لسه. لا وشكله قصده الدكتور ياسين. تمام. لا انا نسيت انكم لسه ما فضلت عشان كده سوري يعني. لا ما في مشكله والله، مثال طيب. لكن هي شوفي هي مجموعه بتاعت مواسم دي، شوفي نحن هسه دي طوالي في حاله بتاعت يعني البني ادم دائما البني ادم العاقل بحاول انه يكون دائما يحسن الاداء بتاعته، يحسن الاداء، يمشي يقرا كورسات، يمشي يقرا كتب، يمشي يتونس مع ناس يعني في المجال بتاعه. تمام. دي اللي هي ديزاين فور اكس بالمعنى العام. تمام. لكن انت في الضبط في المشاريع ده هي شنو؟ انت هي مجموعه بتاعت ارشادات فنيه يمكن تطبيقها اثناء تصميم المنتج ذاته. يعني انا والله مثلا المنتج بتاعي ده مثلا المطبخ مثلا. تمام. وانا المطبخ ده بمشي باخذ فيه ارشادات فنيه يعني من كل الاتجاهات، من ناس التصميم، من ناس الانتيريور ديزاين، من النجارين، من الناس الخبره، من الامهات ذاتهم اول ربات البيوت، عشان انه والله ياخذ المطبخ اللي بيساعده شنو والجميل معاه شنو كده يعني. تمام. فدي كلها انت بتحتاجها في انت محتاجه لها لشنو؟ عشان تطلع والله المطبخ اللي انت حتعمليه ده حيكون حاجه واو. تمام. شكرا لك يا دكتور. الله يديك العافيه. اي سؤال يا شباب؟ كله تمام. ادم. ايوه يا دكتور، داري اجيب لك في الاسره في البروبلم سيلفن. مرات لما تجي تعمل ديفاين للبروبلم بتلقى البروبلم كبير يعني في الحته دي ممكن يعني ممكن نقسم البروبلم للسب بروبلم يعني نحل. اكسلنت، فيري جود. يس فيري جود. انت بتقسم انت بعد بتعمل لها شنو؟ انت ما حتستعمل الايفينيتي دايجرام اللي هي انه والله المشكله دي بتبدا تقسمها تخطها في مثلا في دوائر او في مجموعات، انه والله يا اخي المشكله دي مشكله بتاعت كهرباء، اي حاجه عندنا مشكله بتاعت كهرباء انا بخطها بجنبها، اي مشكله بتاعت ميكانيك لو مثلا دي موضوع العربيه يعني بخطها بجنبها، اي مشكله بتاعت مره ما ممكن العربيه دي تكون تمام ما فيها مشكله، يمكن الراجل بس او الشخص ده او الزوله دي ما بتعرف تسوق، بس دي مشكلتها الوحيده يعني. تمام. فانت لازم المشكله لازم تحدد النبي تحدد الاس بتاعها شنو او الجذر بتاعها شنو، انه والله المشكله دي من وين. ما مرات المشكله ما تكون من الايكويبمنت نفسها، ممكن تكون من الشخص اللي بيتعامل معاه، يعني يكون هو ما مدرب ما ترين فيري ويل عشان يقدر يستخدمها كويس يعني. اي موجود. يلا واصلا كان كورس اخذناه بتاع البروبلم سولفين، يعني اي مشكله بقول لك شنو الجزاء لشنو لاجزاء عملنا سب بروبلم، يعني الجزاء عشان شنو يتحلل لك بكل سهوله يعني. ايوه ممكن طبعا. اي فاطمه عايز تتكلمي؟ سلمى. لا تمام. شكرا يا دكتور. الله يديك العافية. يديك العافية. يديكم العافية يا شباب. الله يسلمك. شكرا لك. الله يخليك. شكرا لك يا سلمى. شكرا لك يا دكتور ياسين. شكرا. الله يديكم العافية. لو ما في سؤال دكتور وهاب الله انتم شوين يا جماعة؟ حيرنا بس 70 يا سامع. اوكي تمام. ايوه. محمد عثمان شغله شغال. صهيب نحن ما سمعنا صوتك الليلة. سمر. عامر. حاضر يا فندم. الصافي. باشمهندس الصافي. موجود.
اوكي تمام، يديكم العافية يا شباب، كتر خيركم وعليكم الله ناقشوا، لأنه بعد دخل قربنا نخلص بالمناسبة، فضلينا كلها يعني فضلينا كم 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 نولج يا ريان الحافظ منه. طبعا ما أنا أكيد 10 طيب أول واحدة فيهم بروجكت مانج انتجريشن ريسورس مانجمنت انتجريشن رقم واحد. ايوه بعد السكوب بعد السكوب سكيدول بعد السكيدول بعد الكوست مانج الكوست كواليتي كواليتي مانج ريسورس كوميونيكيشن كوميونيكيشن والريسك ريسك ريسك مانجمنت بريكومنت بالهيومن ستيك هولدر المزعجين البيك هولدرز كلهم الباقيات سهله جدا، بس بس الريسك حناخذ فيه يعني الريسك ان شاء الله حناخذ فيه كم ناخذ فيه يمكن 3 4 يوم، لانه الريسك مربوط مع مربوط مع الكواليتي ومع الكوست ومع السكيدجول، ففي حاجات كثيره جدا لو ما وقعت لكم في الـ في الـ في السكيدجول وفي الـ في الكوست في الريسك خلاص هتقع عليكم ان شاء الله ان شاء الله. تمام يديكم العافيه وتسلم كثير ونشوفكم بكره. تسلم دكتور تصبح على خير. الله يديم العافيه يا دكتور ادم، وشكرا لك يا نهاد وشكرا لك مع كلكم والله. لا لا شكرا لك ما شاء الله. نسري صاحي لحد الان الساعه 12 في الصباح. دايرين بيتزا دكتور من الناس اللي كلمتهم يعملوا بيتزا مظبوطه. اي والله انا افطر الليله ببيتزا طوالي والله طوالي. هي ما قدرت تستوعب ذات الفكره بتاعت شرح المثال عشان دخلوا فيها بيتزا وهي لسه ما فاطره. بس نشوف حتستخدم الديزاين فوركس ولا لا. يديكم العافيه يا شباب بارك الله فيكم. الله يبارك. حيا الله في امان الله. شكرا لكم. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم.